ضمن منافسات دوري STC الممتاز لكرة القدم، تغلب كاظمة على السالمية بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل بندر بوريسلي هدفين لكاظمة، وأحرز محمد سويدان هدف في مرمى، وجاء هدف السالمية الوحيد عن طريق الإسباني أنطونيو مارتينيز. بهذا الفوز احتل كاظمة المركز الثالث، فيما تجمد رصيد السالمية في المركز السادس. وفي لقاء آخر تغلب خيطان صاحب المركز الأخير على الساحل بهدفين دون رد. تقدم مومو سيسي بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جيجي سياج في الدقيقة 78.